في ناس كتيرة بتعمل ردات فعل على فيديوهات كتيرة وعلى ناس كتيرة وعلى قنوات كتيرة، لكن انا دايما بحاول ان انا لما اجي اعمل ردة فعل على فيديو او على موضوع معين بحاول ان انا اتحرى الصدق، وحاول دايما ان انا ابحث في الموضوع على قد ما اقدر والم بالموضوع من كل حتة. يعني دايما ممكن مثلا اعمل في الفيديو الواحد اجيب مثلا الفيديو او الموضوع ده من كذا قناة ومن كذا حتة عشان احاول اغطي كل جوانب الموضوع واقدمه كما يجب ان يكون. لو فعلا فيديوهاتي بتعجبكم حاولوا تدعموني بلايك واشتراك في القناة وتكتبوا لي تعليق محفز يشجعني. السلام عليكم.